من هالأكلة اللذيذة جدا جدا والنباتية جدا جدا جدا، من جدرة البرغل، من تراثنا الشامي، ومن العراق السورية، أطيب أكلة بالكوكب كلياته. يسعد لي أوقاتكم إخواتي إخواتي إخواتي. تعالوا نحضر المجدرة، عندي هون كوبين أو خلينا نقول كاستين عدس أحمر حبة كاملة، حمصتهم شوي ورح ضيف عليهم شي كاستين مي. مي عم تغلي كرمال تسرع عملية الطبخ، فترة قصيرة كتير صاروا عندي حبات العدس مستويات، رح أضيف عليهم معلقة زبدة. معلقة الزبدة هي أخواتي بتخلي تعطيها لمعة للأكلة ونكهة وريحة بتاخد العقل. رح أعدل الملح، ما رح كتر كتير ملح، كمان رح نزل مكعبين مرقة دجاج، خليهم يدوبوا بقلب المي، ونزل عليهم 3 كاسات برغل. برغل خشن عم بستخدم، برغل الطبخ. رح عاير كمان المي لكل كاسة برغل، كاستين مي بدها. وطبعا هون خليت المي تنشف وغطيتها بقطعة قماش كرمال تحبس لي الحرارة، وعلى نار هادية جدا جدا 15 دقيقة. عندي 3 حبات بصل كبار قطعتهم جوانح، ورح تبلهم بمعلقتين طحين كرمال. هلا بدي اقليهم يطلعوا معي كتير مقرمشين وكريسبي. على زيت غزير، زيت غمر يعني، رح نزل البصلات هيك فردة 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 لحتى نزل كل الكمية. وهي عندي المجدرة هون صارت جاهزة، شوفوا كيف مدردرة كل حبة برغل واختها، حتى حبات العدس حبة واقفة، ما خليته ينطبخ كتير كرمال ما ينهرس معي. وهلأ رح ادعمها بكاسة زيت زيتون تعزيز للنكهة، وحركها كتير منيح، شوفوا شلون مدردرة، والله ريحتها بتاخد العقل. خلونا نسكب المجدرة المدردرة، شايفين كيف عم تدردر؟ ما شاء الله عن جد ريحتها بتجنن. جربوها جربوها على طريقتي، حمصوا العدس قبل ما تطبخوه، كتير كتير رح تطلع معكم طيبة. هاي البصلات المقليات صاروا جاهزين، رح زين فيها وجه المجدرة ورشرشون على الوجه. كل ما كترتوا بصل مقلي يا جماعة كل ما طلعت معكم الطبخة طيبة. يعني هاي الأكلة المجدرة بتحب كتير كتير البصل المقلي، فدعموا حالكم، دللوا حالكم بالبصل. مجدرة بدها كاسة لبن. هلا صح إننا نباتيين، بس أنا ماني نباتي. النباتيين بيعتبروا الحليب واللبن مو شي نباتي. رح أضيف للعيران معلقة نعناع يابس عشان يطلع معي طعمته هيك صيفية بامتياز. وهي مجدرتنا صارت جاهزة. يا سلام، كل حبة واختها وبتشهي. هيك صرنا جاهزين لناكل ونتدوى. عندي مخلل خيار، ترمنا صحن سلطة، وهي العيران بالنعناع. وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبنا وقلبكم جميعا حبايب قلبي ومشاهديني. ما تنسوني ها، بدي لايك وشير وسبسكرايب، وانشروا هالمقطع بكل مكان، على الواتساب، على مجموعاتكم، على أهاليكم، ولوين من بدكم. شكرا كتير سلفا، يعطيكم العافية وباي باي.